تحياتي لكل السادة المشاهدين، واهلا بيكم وحلقة جديدة من استاذ في الطب. النهاردة عايزة اقول لكم ان كل واحد فينا بيبقى ليه حلم وبيحاول باقصى حاجة عنده ان هو يحقق الحلم ده وبيدور عليه. حتى لو الحلم ده ما اتحققش بيدور ان يكون في بديل للحلم ده. ان حلم واحد مستحيل نختار ليه بديل ومستحيل نتنازل عنه او نبعد عنه، وهو حلم الامومة. كل واحد فينا اول ما بيفتح عينيه للدنيا بيدور يا اما يكون ام يا اما يكون اب ويسمع كلمة بابا او ماما. الحلم ده مستحيل يقف ومستحيل حد يتنازل عنه، وعشان كده بيروح كل الابواب وبيروح كل الاماكن اللي ممكن تساعده ان هي يوصل للحلم ده. عشان كده فقرتنا النهاردة احنا نتكلم عن تأخر الانجاب. في الفقرات اللي فاتت اتكلمنا عن تأخر الانجاب وايه اللي حصل فيها وليه وامتى بنقدر نقول ان ده حصل عنده تأخر في الإنجاب. مش أي حد اتجوز نقدر نقول عليه إنه عنده تأخر في الإنجاب، لأ، في فترة معينة وإيه العلاج ليها. النهاردة نتكلم عن أحدث وسائل علاج التأخر الإنجاب وإزاي أساعد المريضة أو المريض ده إن هو يوصل لحلمه، هو حلم الأمومة أو إن هو يكون أب. بس الأول خلوني أرحب بضيفي وهو اسم كبير في عالم الطب، هو الدكتور عبد الصادق النوري، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري أطفال الأنابيب والحقن المجهري وجراحات المناظير، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بلندن. طبعا اسم كبير في عالم الطب واسم كبير في علاج أمراض النساء والتوليد. دكتور عبد الصادق نورتني. ده نور حضرتك، شكرا لحضرتك. دكتور، في الأول خالص عايزة أعرف ليه أصبح الحقن المجهري هو من أشهر وسائل لعلاج تأخر الإنجاب؟ والحقن المجهري ده أحد وسائل الإخصاب المساعد اللي احنا بنستخدمها في علاج تأخر الإنجاب، ولكن هو يعتبر التطور بتاع أطفال الأنابيب اللي هو أحدث وسيلة وصلنا لها دلوقتي لحد دلوقتي في علاج تأخر الإنجاب، وهو نسبة نجاحه بتصل ممكن من 60-70% في الحالات اللي سنها أقل من 35 سنة بالنسبة للسيدات، فدي نسبة عالية كبيرة جدا في العلاج. فعشان كده هو يعتبر أفضل وسيلة وأحسن وسيلة لعلاج تأخر الإنجاب. وأنا بشوف إن الحقن المجهري ده من أعظم الاختراعات اللي وصل لها العلم في البشرية كلها، لأنه هو بيخدم استمرار البشرية نفسها. ولو قلنا إن الطب مثلا دوت في تكريم أو في سعادة للي بيشتغل إن هو بيشتغل في صنعة ربنا سبحانه وتعالى نفسه، فأنا بشوف إن هو من أعظم فروع الطب هو الحقن المجهري، لأن أنت ربنا بيستخدمك في استمرار البشرية نفسها. وكنت بستغرب جدا ازاي اللي بدأ علم الحقن المجهري دوت ما خدش جائزة نوبل، لان علم الحقن المجهري بدأ بأطفال الأنابيب سنة 78 لما كانت لويس اتولدت في انجلترا على يد العالم ادوارد والجراح ستيبتو. فكنت بستغرب ازاي لحد ما العالم التفت ان في علم اسمه الأطفال الأنابيب وحقن مجهري وادوهم الجائزة سنة 2010. وتطور بعد كده علم الحقن المجهري سنة 91 اللي هو أطفال الأنابيب، تطور وبقى اسمه حقن مجهري سنة 91، ومن هنا ابتدى ان يبقى في حاجة اسمها حقن مجهري لعلاج حالات تأخر الحمل. طب زي ما اتكلمت ان هو حلم يا دكتور، كل واحدة فينا بتسعى ان هي توصل للحلم بتاعها ده، هل كل الحالات ينفع معاها الحقن المجهري، ولا نقدر نقول ان في حالات معينة هي بس اللي ينفع معاها حقن المجهري؟ سؤال جميل جدا، حكاية مين اللي نعمل له حقن مجهري. دلوقتي الحقن المجهري نسبة نجاحه 60-70%. دكتور، طب ما نعمله الناس كلها ونريح دماغنا، ليه نقعد ندي علاجات وليه نعمل مناظير وليه نعمل الحاجات دي طالما انت دلوقتي بتقول ان نسبة نجاحه 60-70%؟ كده كده اي مريض بيجي للدكتور، الدكتور عنده ادوات للتشخيص ووسائل للعلاج، بينقي العيان وايه الافضل وايه الابسط في طريقة علاجه. فمش كل العيانين نعمل لها حقن مجهري، ولكن مثلا ممكن نعمل حقن مجهري لعيانين ما عندهمش تأخر انجاب، مثلا عيانين عندهم مشاكل وراثية في الأطفال، دول بنعمل لهم حقن مجهري باستخدام تقنية اسمها بي جي دي اللي هو بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزيس، ان انا باخد خلية من البيبي ده وافحصه قبل ما احطه في الرحم واشوف ايه العيوب الخلقية بتاعته، فيبقى الحقن المجهري وصلني ان انا احل مشاكل تانية غير تأخر الانجاب. الحقن المجهري ممكن استخدمه في تحديد نوع الجنين مثلا، ودي مسألة اجتماعية مش شرط طبية يعني،
ان هو دلوقتي حد عايز ولد فنعمل له تحديد نوع الجنين ويبقى عايز ولد، حد عايز بنت وده طبعا ما بيحصلش يعني. دي مش عارفه ليه، مع انها هي نص المجتمع وبتربي النص الثاني بس برضه في الاستغناء عنه. لا هي احسن حاجه في المجتمع طبعا. لكن هو معظم الناس اللي بتجينا في موضوع تحديد نوع الجنين بيبقوا طالبين ان هم ذكور. طيب احنا عندنا تاخر الانجاب في راجل وفي ست، ممكن الراجل يكون هو عنده المشكله وممكن الست تكون هي اللي عندها المشكله، او يكون الاثنين سلام. يعني ايه الاثنين سلام؟ الاثنين عملنا لهم جميع الفحوصات لانهم كويسين، وده بناخده تحت كاتيجوري اللي هو بنسميه انكسبلين انفيرتيليتي او تاخر الحمل غير معلوم السبب، وده نسبته كبيره جدا، نسبته 20% نسبه لا يستهان بيها. فالحقن المجهري ابتدى يخلينا نعالج الحالات اللي احنا ما كناش عارفين لها سبب. يعني انا ما بعرف سبب، انا عندي مثلا مشكله في المبيض، طب خلاص انا تغلبت عن المشكله دي، عندي مشكله في الرحم تغلبت عن المشكله، طب انا ما عنديش مشكله انا مش عارف ايه المشكله، الحقن المجهري حللي مشكلات الناس ديت ووصل لي نسبه نجاحهم ل 60 ل 70%. طيب وانت بتعمل الحقن المجهري ممكن تكتشف السبب، يعني مثلا عيانه كنت انت بتشوف تبويضها اثناء متابعه تبويضها بتلاقي عندك الحيصله بتوصل للحجم اللي هو انت عايزه كويس وبيحصل تبويض والهرمونات كويسه وبيحصلش حمل، تيجي تعمل لها حقن مجهري وتسحب البويضه دي تحت الميكروسكوب ما تلاقيش فيه بويضه. ازاي يا دكتور ده انت كنت بتشوفها بالسونار؟ لا انت كنت بتشوف الحويصله اللي جواها البويضه، البويضه ده شيء بيتشاف تحت الميكروسكوب، او بتلاقيها فاضيه ويسموها امتي فوليكل، ولو زايده قوي في كل البويضات بنسميها امتي فوليكل سندروم، ودي في بعض الحالات. او ممكن تلاقي قشره البويضه سميكه فالحقن المنوي مش قادر يخترقها، طبعا في الحقن المجهري بنتغلب على الموضوع ده. ده بالنسبه لبعض الحالات اللي بنعمل لها حقن مجهري. طب انا عندي راجل دلوقتي عنده مشكله في تاخر الانجاب، الراجل بيمثل تقريبا من 20 ل 25% من اسباب تاخر الانجاب، وفي بعض الدراسات بتقول انه بيوصل ل 40% كمان من اسباب تاخر الانجاب. طب انا انهي راجل اللي اعمل له حقن مجهري؟ اي راجل عنده ضعف في السائل المنوي هعمل له حقن مجهري؟ اكيد لا طبعا. انا عندي مقاييس بحددها في السائل المنوي بتاع الراجل، وطبعا قلنا بنعمل التحليل بتاعه في معمل حقن مجهري عشان يبقى متخصص ويطلع لي نتيجه مظبوطه على اساسها بشتغل. طب انا دلوقتي الراجل جايب لي ببص على العدد، المفروض العدد الطبيعي مثلا يبقى 15 مليون في الملي، طب هو الراجل ده 14 مليون 13 مليون اروح اعمل له حقن مجهري؟ اكيد لا. ياخد علاجاته ويتابع مع ذكوره وياخد منشطات وان كان عايز يعمل دوالي بيعملها كلام زي كده. لكن انا عندي مثلا واحد مليون تحليل السائل المنوي بتاعه او زيرو مفيش ازوسبيرميا، طب ده انا هديله علاج؟ ما نقدرش نقول مستحيل انه ما يحملش، ما نقدرش نقول مفيش حاجه اسمها في الطب مستحيل، قدره ربنا سبحانه وتعالى احيانا بيعرفنا في الطب ان هو انتوا عندكم الاسباب وعندكم العلاج بس انا ليا القدره. فربنا سبحانه وتعالى قدرته فوق كل شيء فوق كل تحليل، يعني ما ينفعش انا عيان يجي لي يقول لي يا دكتور انا تحليلي صفر وما اقدرش مراتي مش هتحمل تاني، ما اقدرش اقولها له، ما اقدرش اقول له مراتك مش هتحمل، ولكن الطب بيقول ان مراتك ما تحملش حمل طبيعي. لكن ربنا لو رايد مراتك تحمل كن فيكون مراتك تحمل، ولكن بالطب بيقول ان هو الناس دي ما تحملش بالحمل الطبيعي، ساعتها بناخد عينه من الخصيه ونشوفها ونستعملها في الحقن المجهري. وكان من سنين مثلا 6 7 سنين قبل كده يجي لي عيانين عاملين عينات من الخصيه وما لقوش فيها وما عملوش حقن مجهري. دلوقتي بالتقنيات الحديثه اللي بنستخدمها ان هو بناخد العين عن طريق الميكروسكوب لقينا ان هو بقى فيهم حيوانات منويه، مش عشان ما كانش فيه وبقى فيه، لا هو اللي خد عينه قبل كده ما خدش عينه من المكان المظبوط، اكنه بيدور في صحراء على ابره فمش شايفها، لكن بالميكروسكوب انت بتشوفها. فبتاخد العينه اللي انت محتاجها تستخدمها في الايه؟ في الحقن المجهري، واثبتت نجاحها وحصل حمل. نيجي مثلا في الحركه، هل كل واحد عنده ضعف في الحركه هنعمل له حقن مجهري؟ لا مش هنعمل لكل الناس اللي عندها ضعف حقن مجهري، ولكن في ناس عندها ضعف شديد في الحركه، الحركه دي شيء اساسي لان ديت هي اللي هتدي الباور للحيوان المنوي يتحرك من المهبل لحد ما يوصل للانبوبه ويحصل الاخصاب فيها. طب انا لو عندي الحركه مش كويسه ينفع اعمل حقن مجهري؟ ده لو الحركه زيرو تنفع تعمل حقن مجهري، لان احنا احيانا بيبقى الاكروزوم ده اللي هو زي الطاقيه اللي راكبه فوق راس الحقن المنوي وبتدي له باور ان هو يخش البويضه، احيانا بيبقى في نقص فيها بنزودها احنا بالميديا ونعمل لها تحفيز اخصاب عن طريق الكالسيوم وحاجات تانية. طيب التشوهات
طب هو انا دلوقتي واحد عنده تشوهات نسبة 99% طيب دوت مرته تحمل طبيعي برضه ما تحملش طبيعي ده يعمل حقن مجهري. طيب طب التشوهات دلوقتي يا دكتور انت اثرت مشكلة كبيرة قوي. طب دلوقتي الحيوان المنوي مشوه ما هيجيب لي عيل مشوه. طب انا مش عايز عيل مشوه يبقى ملوش لازمة الحقن المجهري. لا في فرق بين الحيوان المشوه والجنين المشوه. الحيوان المشوه ما عندوش قدرة على انه اصلا يحصل اخصاب فمش هيحصل حمل. حاجة تانية خالص. طيب لكن دلوقتي الحيوان المنوي المشوه. طب انت دلوقتي هتنقي اذا كان 100% ودكتور مشوه هتعمل لي حقن مجهري ازاي؟ هتستخدم ازاي؟ هتجيب لي مش هيحصل حمل. مش انت لسه قايل دلوقتي ان مش هيحصل اخصاب؟ طب مش هيحصل حمل. لا التشوهات انواع. انت بتقنيات كبيرة دلوقتي حاجة اسمها امزي بدأ اجزي اللي هو اختصار للحقن المجهري. امزي ديت اللي هو لا تقنية احدث طلعت سنة 2001 ان هو انت بتكبر الحيوانات الحيوان المنوي اكتر من تكبيره في الحقن المجهري بعدد مرات كبير جدا. فبتختاره على حسب الشكل. انت شفت شكله تحت الميكروسكوب. في عيب خلقي في الديل ده ما فيش مشكلة استخدمه. لكن لو في عيب خلقي في الراس لا ده مشكلة لان الراس هي المحتوية على الدي ان ايه او اللي هو العامل الوراثي بتاع الراجل. طيب يعني معنى كده يا دكتور ان في قبل الحقن المجهري حضرتك بتعمل بروتوكول او خطوات معينه حضرتك بتتبعها مع المريض او مع يعني اذا كان الزوج او الزوجه عشان تعمل حقن المجهري وتوصل لنسبه نجاح عاليه جدا. ان للاسف في نسبه نجاح حضرتك قلت ان هي من 60 ل 70 ما وصلناش ل 100%. فعشان نوصل بنسبه نجاح عاليه لازم بيكون في بروتوكول قبل عمليه الحقن المجهري، صح يا دكتور؟ تمام يا فندم. وبنكمل برضو بيهم باختيار العيانة. اختيار العيانة ده شيء مهم للحقن. يعني مثلا احنا قلنا دلوقتي احنا اخترنا ممكن نعمل حقن مجهري للناس اللي ما عندهاش اسباب، ممكن نعمل للزوج. طب الزوجة، الزوجة دلوقتي بيبقى عندها مشكلة في ثلاث اماكن، يا اما مشكلة في المبيض، يا اما مشكلة في الانبوبة، او مشكلة في الرحم. طب الرحم دوت هل على اساسه اعمل حقن مجهري؟ لا، الرحم لو فيه عيب ما يخليش عملية الحقن المجهري تتم. ولكن هو في حد ذاته ما عملش حقن عشانه. يعني مثلا عيانة عندها حاجز او عيانة عندها لحمية دي ما تستدعيش ان انا اعمل لها ايه حقن مجهري. انا ممكن اصلح العيب. ولكن لو اللحمية موجودة او الحاجز موجود ممكن يخلي العملية تفشل. في حالات مثلا التبويض، هبص على التبويض بتاع المريضة ده، التبويض بتاعها ممكن يبقى عندي تكيسات على المبايض، ممكن يبقى عندي بطانة رحم مهاجرة، ممكن يبقى عندي ضعف في مخزون المبيض. طيب هل كل العيانين دول هنعملهم حقن مجهري؟ لا طبعا. انت بتمشي وهم بالعلاج ببروتوكولات مظبوطة، بتشوف العيانة ديت هل اللي عندها تكيسات خست، خدت علاج، عملت مناظير ومفيش استجابة، خلاص نعمل حقن مجهري. عندنا نضيع وقت في ايه؟ طب عيانه ثانيه عندها بطانه رحم مهاجره وعامله التصاقات في الانابيب ومعبيه ميه ومعبيه دم ومعبيه صديد في الانابيب وعامله التصاقات جوه الرحم بسبب الالتهابات المزمنه في الحوض، اعمل لها حقن مجهري. عيانين عندهم مخزون قليل وزادوا جدا دلوقتي نسبتهم، دول هسالنا عليهم امتى لحد ما الدوره تقطعهم؟ لا دول يتعمل لهم حقن مجهري. فالحقن المجهري حللنا مشاكل كتيره جدا جدا جدا. ولكن في تحضيرات زي ما حضرتك قلتي بتزود نسبه نجاح الحقن المجهري. يعني احنا برضو عايزين نوضح للساده المشاهدين ان اي سيده دلوقتي هي بتشوف حضرتك بتسالك اول سؤال، دكتور حضرتك بتعمل ايه؟ ايه الخطوات واحده واحده ان هي تبقى معاك، تبقى عارفه هي ايه اللي هيحصل معاها في الخطوات دي عشان توصل لاعلى نسبه نجاح في الحقن المجهري. تمام. اول حاجه انا كطبيب انا اللي بختار لها المعمل اللي هتعمل فيه الحقن المجهري. والمعمل ده عليه 50% من شغلي. يعني انا عليه 50% والمعمل عليه 50%. طيب انا اخترت المعمل كويس، في ناس اكفاء، في اجهزه عاليه وتقنيه عاليه، في انفكشن كنترول كويس، في كل الكلام ده كله. وبعد كده بقيم الحاله بتاعتي. طيب يا دكتور انت هتعمل لي في نفس المركز اللي انا عملت فيه قبل كده وما حملتش. تمام. انا واثق كطبيب من المعمل دوت وعارف ان المركز ده كويس واشتغلت فيه ونتائجه كويسه معايا. ممكن يكون الزميل اللي تناول حالتك ما تناولهاش بالشكل المطلوب، ما عملكيش اللي المفروض يتعمل قبل ما يعمل لك الحقن المجهري. ولكن ده ما يبقاش معيبه في المركز، ده معيبه في تناول حالتك و تجهيزها للحقن. احنا بنيجي نقول حاله دلوقتي عندنا هنعمل لها حقن مجهري وعايزين يحصل حمل، عندنا بذره وعندنا ارض. البذره اللي هو الجنين والارض اللي هو الرحم. طيب البذره ديت
الجنين ده متكون من بويضه وحيوان منوي والارض اللي هو بطنه الرحم. طيب البذره ديت انت هتقيم الحيوان المنوي دوت، انت عايز حيوان منوي جيد هتقيمه على اي اساس؟ طيب انت عيان عملت فشل قبل كده، حقن مجهري وفشل قبل كده، اعمل لها دي ان ايه فراجمنتيشن، شوف نسبه تكسر الماده الوراثيه في راس الجنين عامله ايه. طب انت لقيتها سيئه، يجي زميلك يقول لك انا كنت عامل لها وطلعت سيئه واديتها فيتامينات وما اتحسنتش وعملت لها وما حملتش، تمام، خد عينه من الخصيه. العينه من الخصيه في الحالات دي بتدي نتائج اعلى من لو احنا خدنا منه عينه عاديه. في التبويض مثلا مش كل العيانين بيمشوا على بروتوكول واحد، مش كل العيانين نفس الاسطمبه، هو العيان ده جالي يبقى هو انا هدي كذا كذا كذا، لا هو مش ده، انت بتفصل بتشوف العيان بتاعك ايه احسن استجابه ممكن العيان يستجيب عليه، هل هو مخزونه قليل؟ طيب مخزونه قليل ده هنديله حاجات تحسن جوده البويضات، هل هو بطانه الرحم عندها ضعيفه فهنديها حاجات تحسن بطانه الرحم، على حسب كل عيانه. ولكن هي التحضيرات الاوليه عشان برضو الساده المشاهدين موضوع كبير، يعني في حاجات لازم تتعمل، في لازم نعمل العينة دي تحليل هرمونات وحاجات عشان اعرفها تاني او تالت يوم الدوره، زي الاف اس اتش والال اتش والاي 2 والبرولاكتين والتي اس اتش والاي ام اتش، دي تحليل كل العيانين اللي مروا بتاخر الحمل عارفين انا بقول ايه دلوقتي وهم فاهمين الحاجات دي ليه، ولكن هم مش معظمهم عارف الحاجات دي بتتعمل ليه، هو بيعملها وبس لان الدكتور قال. وبتفاجئ ان في بعض الناس بتشتغل حقن مجهري شطاره، يعني هو راجل شاطر ومعتمد على كده فما يعملش العينه تحاليل، لا ما ينفعش، ما ينفعش يا عم ما اعملش العينه تحاليل، لازم البروتوكول لازم قبل العمليه. تيجي العيانه اقول لها اعملي لي تحاليل كذا وكذا وكذا وهنتابعك بتحاليل كذا وكذا، يا دكتور انا المره اللي فاتت ما عملتش التحاليل دي، ما هو مدام عشان كده حضرتك ما حملتيش، ما حضرتك لو كنت مشيتي خطوات مظبوطه اكيد كان ان شاء الله ربنا نوطها بالنجاح في الاخر. هو طبعا كله بامر الله، ولكن طبعًا احنا بنقول بناخد دلوقتي بالاسباب اللي تزود نسبة نجاح الحقن المجهري. طب انت دلوقتي يا دكتور خلاص قررت ان انت هتعمل عملية الحقن المجهري، اكيد طبعا اي زوجة هي عرفت دلوقتي ان حضرتك ايه الخطوات اللي تعملها قبل العملية، طب هي عملت العملية في خطوات بعديها بعد العملية بتبدأ تعملها معاها عشان تكمل او نوصل لنسبة نجاح العملية وتوصل لجنين بقى وتبقى هو التجهيز قبل العملية انا بشوفه اهم من التجهيز بعد العملية. يعني التجهيز قبل العملية يعني احنا قلنا الهرمونات وتحاليلها وكلام زي كده وسنها ووزنها، الوزن ده شيء مهم جدا، هل هو انقاص الوزن مهم؟ مهم جدا، بيقلل لي جرعه العلاج اللي بتاخدها العيانه، بيحسن لي جوده البويضات بالنسبه للمريضه. تقييم الانابيب يا دكتور انت بتتكلم دلوقتي انت بتعمل اطفال انابيب، انت مالك ومال الانابيب دلوقتي؟ لا الانابيب ديت من اسباب فشل عمليه الحقن المجهري، لان الانابيب ممكن تبقى معبيه ميه، معبيه صديد، معبيه دم، انا نقلت اجنه جيده جدا على بطانه رحم هايله بس بينزل عليها سائل من فوق توكسيك ليها بيموتها ما بيخليش الاجنه تمسك، فانت المفروض تقيمها، بقيمها بسونار رباعي ابعاد، بقيمها باشعه بالصبغه، بقيمها بمنظار، فدي حاجات كلها مهمه. الرحم نفسه، الرحم نفسه تقييمه ده شيء مهم، كان من فتره كانوا قال لك لازما كل عيانه تعمل حقن مجهري لازما نعمل لها منظار رحمي ونعمل سكراتش اللي هي خربشه. معلش يا دكتور هي دي بقى الخطوات اللي هي خطوات العمليه نفسها عمليه الحقن المجهري؟ انا بعتبرها جزء من الحقن، دي مش خطوات العمليه ولكن ديت اهم من 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 كل خطوه في الحقن أكيد مهمه. اكيد بس فدي كلها تجهيز. كل الكلام ده تجهيز. لكن خطوات العمليه نفسها يعني اي سيده بتتفرج علينا دلوقتي عايزه تعرف ايه هي خطوات العمليه؟ هو خطوات العمليه نفسها لو نتفرج على الفيديو دلوقتي اللي هو ويانا، انت بتدي المريضه دي منشطات على حسب وزنها، عمرها، نوع العلاج اللي انت شايفه يتراءى وياها، وبعدين بيحصل تنشيط للمبيض، وزي ما احنا شايفين كده السونار المهبلي بنخدش بنركب عليه ابره ونعمل التقاط البويضات زي ما موجوده كده، البويضات اللي هي الحاجات الزرقاء اللي موجوده جوه الحويصلات ديت، وناخدها نحطها في انبوبه عليها ميديا معينه عشان تحافظ عليها، وننقلها جوه في المعمل. بننقلها في طبق جوه في المعمل زي ما احنا شايفين شكل البويضه كده، بنقشرها، بنشيل الحاجات اللي احنا مش عايزينها في البويضه ديت. ودي مثلا بويضه ثانيه دي نفس الكلام اللي هو بتتسحب البويضه وتتحط في انبوبه، طبعا الكلام ده كله بيتم تحت بنج كلي للمريضه.
ما بتبقى صحية وبنحطها في طبق زي ما احنا شايفين كده ون بيبقى اسمه ميديا زي تحفيز للبيضات وبنعمل عملية تقشير زي ما كنا بنقول احيانا بتبقى سيكزونة اللي هي مش كل البيضات بنشوفها ونحدد جودتها مش كل البيضات زي بعض هل هي M2, M1, GV, degenerated دي حاجات كلها بتبقى مقاييس بنحدد عليها جودة البيضات وبعد ما بناخد البيضة بنسند البيضة من ناحية زي ما احنا شايفين كده وندخل بإبرتنا فيها الحيوان المنوي ونحقن جواها الحيوان المنوي دي سموها حقن مجهري دلوقتي طب امال الاطفال الانابيب ايه يا دكتور لا ما بنعملش الخطوه اللي فاتت دي احنا بنحط حيوان منوي جنب البويضه الافات الحيوانات المنويه ونسيبهم يدخلوا فيها هي معلش هنوقف الفيديو بس ثانيه واحده هنا ونسيب الحيوانات المنويه تدخل جوه الايه او بدي فرصه للحيوانات هي اللي تختار لا الحياة. مش يختار الحيوان المنوي هو اللي بيتحرك عليها طب دي اسباب تتفشل في الناس اللي هم مثلا الحيوان المنوي ما بيتحركش فعشان كده حصل التقنيه الاحدث اللي هو الايه الحقن المجهري يعني احنا لحد دلوقتي متساويين اطفال انابيب وايه وحقن مجهري طب الحقن المجهري يسموه حقن مجهري لاني بحقن البويضه تحت الميكروسكوب تحت المجهر فسموه حقن مجهري فده وبعد كده بشوف الاجنه حاططها في الحضانه بتنقسم ويحصل انقسامات وبعدين باخدها انقلها بقسطره جوه الرحم وطبعا بتبقى الرحم متجهز بأدوية معينة وحاجات معينة بحيث انه يحصل حمل ان شاء الله طيب في حاجة معينة يا دكتور حضرتك بتطلبها بعد العملية انا طبعا في ناس كتير تقول بشعر بكذا قول لي طب احس بايه انا بشوف ان الفيصل طبعا التحليل الحمل بعد اسبوعين بس وتحليل الحمل بالارقام مش تحليل حمل عادي كمان طيب زي ما قلنا ان الحقن المجهري بيبقى هي معادلة بين طبيب وبين معمل الاثنين طبيب ماهر وكفاءة المعمل تمام طيب هل دولت كفاية وبلاش الحالة النفسية بتاعت المريضة يعني احنا نبقى شايفين السيدة بتبقى متأخرة طبعا عندها تأخر في الانجاب بيبقى حالة نفسية تحت الصفر هل دي بتأثر الحالة النفسية للانسان بتأثر في كل شيء فيه في كل وظائف الجسم والانجاب ده وظيفه من ضمن وظائف الجسم اللي بيقوم بيها فده شيء اكيد ما فيهوش اي شك ان الحاله النفسيه بتاعت الست بتاثر في الانجاب. طيب طبعا اي سيده عاديه بتبقى حامل بتصلي وهي قاعده على الكرسي اول ما بتعرف ان هي حامل. طب السيده بقى اللي هي بيحصل لها حقن مجهري بنبدا الناس نلاقيها بتقول لها اوعي تتحركي، اوعي تروحي الحمام، اوعي تروحي مش عارفه ايه، اقعدي على السرير يجيبوا لك الاكل. هل كل المعلومات دي صحيحه؟ يعني هل السيده اللي هي بيحصل عندها تاخر في الانجاب ولجأت الى الحمل المجهري تقعد في مكانها ما تتحركش؟ لا هو الحقن المجهري حمل زي اي حمل ولكن هو حمل عزيز حمل متكلف تعب وسنين الناس ديت كانت مشتاقه ليه ومتكلف فلوس اكتر من الحمل الطبيعي الحمل الطبيعي ما فيش كلفه فيه في ايه الفلوس اللي فيه ما فيش ولا تعبت ولا خدت حقن ولا كده فاحنا بنحافظ عليه ولكن طبعا هو الواحد بيبقى حريص اكتر ويدي تعليمات اكتر من الطبيعي لكن هو حمل زي اي حمل مش اكتر من كده فهو حته الراحه زيه زي اي حمل ولكن احنا بنبقى حريصين عشان السيتويشن مش عشان خاطر الحمل في حد ذاته ولكن عشان الحاجات اللي حوالين الحمل، الحمل ده ما حصلش بالراحه الحمل ده خد تعب خد مجهود يعني انت ما تتخيليش فيش اسعد من ان انت تسمع مريضه بتتصل بيك تقول لك انا حامل، ما فيش اسعد من كده، ما فيش اسعد من صوت بيبي انت بتسمع صوته وانت بتولد ست اتاخرت في الانجاب، ما فيش اسعد من كده، فانت بتحافظ على حاجه زي كده شكرا لك يا دكتور نورتنا ويعني اكيد كل سنه المشاهدين استفادوا من المعلومات اللي حضرتك وضحتها لنا النهارده بشكر اسم كبير في عالم الطب الدكتور عبد الصادق النوري استشاري امراض النساء والتوليد والعقم استشاري الاطفال الانابيب والحقن المجهري وجراحات المناظير عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه زميله الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد بلندن شكرا لك يا دكتور نورتنا شكرا لحضرتك ويا رب نكون افدنا المشاهدين ويا رب ان شاء الله نبقى سبب في اسعادكم وسبب في تحقيق حلمكم ان شاء الله شكرا لك يا دكتور لحضرتك وشكرا لكل الساده المشاهدين وانتظروا كل جديد في استاذ في الطب